السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اليوم راح اعرض لكم هاي الزوجين، اما هذا يعني من القاصد من الدفن، هذا الجولدن الخاكي. شوفوا ما شاء الله، شوف المنقار، شوف الجسم. طبعا ما ناسبات للطيور، بيهن جسم خرافي بس خايفات. شوفوا ما شاء الله شباب، هذا الجولدن، هذا من اول الحمام اللي وصل لي واستوردته وجربتهن، ما شاء الله شيء فوق الخيال. هاي الطيور يعني طيرت منها باجواء صعبه واجواء حاره وثبت الجداره، والحمد لله طيور درجه اولى ومرتبه. شوفوا ما شاء الله، طبعا الالوان كلش قويه وطيور من النوادر. هاي اختين عندي، ومو بس اختين، كان عندي فحل همين نفس الرز هم بطل، وكان عندي اكثر من كاس. وهاي اختين طيرة زيرة، واخر سواق لعبت شاركت بيه هاي الطيرة من نفس الدم، نزلت عندي اخر طيرة بالسباق. هاي اختين نزلت عندي اخر طيرة بالسباق، طيار بالستة صبح او 6:30 ما اتذكر، نزلت بالاربعة تقريبا 4:30. هذا هم من نفس النسل، هسه جاهزه هم من نفس النسل. هذا طبعا هن يذبن بيض، يذبن هذا اللون الخاكي. البيض هيك شكل يصير، هيك شكل يصير البيض، شلون هذا الفحل هيك. هذا اللون الخاكي، طبعا كل حلق يعني اكثر من حلقه الله يطلع لي هيك لون. شو هاي الطيره والفحل، ما شاء الله شيء مستوى كلش فاخر، حبيت اعرضكم. طبعا كل انت بزير، ان شاء الله التوفيق للجميع. الشباب شلونكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. اللي ما مشترك بالقناه خليه يشترك، فعل الجرس، لايك، تعليق، وكالعادة بأول تعليق مثبت خلي لكم الروابط مع التواصل الاجتماعي، الصفحة والقناة الثانية والانستغرام. اليوم طبعا عندي 3 صيد، طبعا والله 3 لقيتهم بالبراجة. شوف هذا الأزرق، ما أعرف، هذا واحد لقيته ببرج الزواجل، اليوم راح اصور لكم الزواجل كلها. هذا هياته، هذا شمعي، شمعي يمكن يسموه. لقيته هسه بالبرج الظاهر طاب من البوابه. قبل كم يوم انا شباب لقيته هنا حاط، هنا لقيته حاط وعفته، فالظاهر طاب من البوابه. وهاي الزواجل، بدنا نطيرهن هالايام، بس هاي صار كم يوم ما دا اطيرهن. هذا الشاتري ما دا اطيرهن لان ملتهي بالفرخات التور. تعرفون ان الفرخات التور مو مال اهملهن، فدا اطير بالفرخات التور، فذني شويه يعني ينتظرن. بس اليوم خاص ان شاء الله راح اصور لكم الزواجل تصوير مرتب، واسفر لكم الخانات وهالامور. هاي فيهن مبيضات طبعا، شوف هسه يمكن مبيضه، اي هاي مبيضه، بيضه بيضتين بيضه، هاي هم مبيضه. بس طبعا هذا البيض كله يندب شباب، هاي مبيضه طبعا، كل هذا زاجل اصلي وزاجل سلالات معروفه، وكل حمام شهايد. بس اريد شوي افرغ حتى هذا البرج هم راح اكمله. شوف شلون رتب بيه خانات، شوف شنو هاي هنا المخاليف والاميات.
يراسلوني. المهم ايه هذا كله شباب يعني سلالات أجنبية وحمام كله شهايد وامهاته فايزات وغالبات يعني ما بيهم طير عادي. طبعا جوعانات هنا هذا الاكل مال هذا الاكل البلجيكي شباب شوفوه خلي يجمع الاكل هذا هيك مو عشاء يعني هذا تصوير نسميه هاي غرقة ما ادري يسموها شمعية يوم خاص جماعة الزاجل مقصرين احنا وياهم هم وجماعة الاحمر جماعة الاحمر ان شاء الله باشر على المقطع الجاي بس انتو جماعة الاحمر الشتاء كله لكم عمي الشتاء تدرون باللي في حلة المتابعين القديمين 80 فحل مفروضة رايحة جاية تتذكرون الأيام ذاك مال البرد كنا نطير بيها فبس شوية تكسر الأجواء والحمام هم بعده هو طبعا الأجواء هاي صار كم يوم كسرت شباب حياته هاي الأجواء كسرت بس الحمام كله نسل فما أقدر أطير هسه حياكم الله المشتركين جدا جماعة أبو علي جماعة قناة نور الترهيم أحمد حياكم الله جميعا قناتكم الثانية هاي هذا الزوج وجواه الإنتاج هذا فرق واحد جواه هسه أسوي لكم في الترتيب فديوم أجيب لكم الشهايد مالتهن وكل زوج وشهادته أعرضهن لكم هاي زاز زاز عطورني هاي الشعلة هذا جواها نمين انتاج هاي طورنيات هذا يمكن الانال يمكن هذا البحر القديم انال والله ما اعرف هنا انا شعدنا ذني جواهن بيض طبعا ما معشيهن بعدنا سم خابر ابو الاكل علاء ليجيب لي الاكل هذا هم فحل هاي شوفوا حلقته شباب تقرب الجيجا هذا البخاري ما جواه شي ما مشعدنا هاي طيره وفحل هذا انتاج ما شاء الله حلو هاي طيارة يمكن او فحل فارديها ما طابقينها بعد هاي هم طيارة فحل هذا البخاري على هاي طيارة البخاري وهذا الفحل هذا الزاجل بي انواع هواية بفصائل هواية لأن هم زوجهن وإنتاجهن قد هذا حلقة شنو اشتقره هم بلجيكا هذا البي بلجيكا فهو بي بلجيكي بي هولندي بي أشكال حمام مزاج هاي هنا هم عندنا مال الإنتاج لاني كان فوق شباب جوعان شباب راح اعشيهم شوفوا شباب هسه يجوز بعض الاخوه يقول لك دعوه هالقد جوعانات والله شباب هذا الجوع صحه
هذا الجوع تخلص من المرض، تخلص من هالأمور كلها. ما طول الحمام ما جوا إنتاج، فوجبة واحدة باليوم كلش كافية، وجبة واحدة باليوم كلش كافية. حتى والله أنا سطيور هاي عندي المستوردات الأجنبيات وغيرها، حمام جوا إنتاج أو ما جوا إنتاج أنطي وجبة واحدة باليوم، وجبة كلش كافية. الأكل الزايد يمرض شباب، الأكل الزايد يمرض. هذا بالبطراويات اللي يطير بيه صار له كم يوم، جيراني هاي طير 2 من 3. إن شاء الله أصعد أدمج لكم ويا هذا المقطع، لو أوفر لكم الحمر لو أوفر لكم الفرخات تور. اشتركوا شباب بالقناة، تعليق المثبت أول تعليق بين الروابط طب فزعتكم. تحياتي لكم ورحمة الله والديكم. ها شباب تغيرت الفكرة، عبالي على الحمر ولو هاي الزوائل عفوا الفرخات، فخلوها باكر المقطع الجاي اخلي حمر وفرخات. وقلت لكم انا 6-3 راويتكم الشمعية، وهذا لقيتها بالبرج. هذا شوفوا طار، هذا زاجل ما ادري شنو، هذا زاجل فرخ. طبعا اكل مخلص، منتظر ولد يجيب لي سموسي. ان شاء الله طير لكم اياها. وين هذا الزاجل؟ ما ادري وين راح. ذاك صاعد شوفوا في حلقة يعني مال العالم، هذا الطير مو هيجي. فلقيته والله ساعات لقيته طاب ظهر من البوابة نازل، ما اعرف شو الموضوع، المهم عرفته. طبعا عندي نقص طيرة سنتبهت عليها، من اللي قفها نقص تبو على التصوير. نقص الرختة السوداء اللي دز لي اياها الولد، ولد ابو الزعفرانية. شو ماكو، لان انا اصلا ما شكلتها صراحة، فما اعرف اذا ضايعة او وين رايحة ما ادري، بس هي الحدث ماكو. هذا البطل هاي الصيد الثالث، رخت اسود بس عينه بيضه صغير فرخ، لقيته ويا الفرخات الدور. باكر ان شاء الله اصور لكم اياه. خلي نطير هنا الذني، وانا شنو هنا بدي اطير هنا ما اعرف. في هذا غير توخر هاي الكشفة، لازم الكشفة ما سوى لنا كارثة بيها بسامير. طبعا الغربة ما يعني كلها ما ادري، يا هل يطير يا هل يبقى، والله لا ادري. طار هذا الزاجل، هذا هي هذا. جيد ما راح اطير هيك، بس راح اطير جنب تك، ما راح اطيرهم كلهم حتى شويه الاخ.
منين يصعدون دول جيراننا يطيرون نتونس وياهم نطير وياهم. هذا الفرق جولدن بس انضرب انصاب وفشل يعني قام ما يطير. هسه عايفه هيك على راحته يطير. ان شاء الله ثاني بس بالشتاء نتونس بيهن. ان شاء الله على السباق شهر 10 هم اسوي لكم ترتيبات تصوير ومقاطع على سوالف. مخرطة الطيور كلها مخرطة فما اريد الح عليها. يمكن ما راح ازقها شباب اتصور ما راح ازقها. ما تسوى تعال طلع فرخات ودونسة كلها تروح. لو اطلع فرخات وادشرها والله ما ادري. كتبونا انتم بالتعليقات شنو رايكم، نزقها حمر لو نزقها تورة خلي هي فرخاتها نزقها، لو اصلا ما زقها وافردها ونتونس عليها كيفكم. كتبوا بالتعليقات والشباب شرد منكم تعليقات ترسولياها. شوفوا حتى يعني اذا قلتوا يا بزقها حمور نزقها حمور، اذا قلتوا لا والله زقها تور نزقها تور، واذا قلتوا فردها وخل نطير بيها على شهر 11 و10 نطير كيفكم. الان هاي زقيتها حلق الطيور اغلبها زقت حلق يمي بيهن شمتك يعني مال صيد 2 من 3 هذا الفحل لو الواحد هذا مال صيد بس جلد بس ما زاق. الزبيري ما زاق، الزبيري اصلا ما زاوج. هسه بس انزل الكسرة اشوف له طيارة. ذيك المرة لقيت طواير بس ما اشتريت له كنت خاف يضيع. هسه ما طول ثبت ودا يطير ويحوط لا هسه نجيب له طيارة يدلل. شباب اللي يريد يطبق طيوره هم خل اعطيكم فد كم معلومه اللي يحب يستفاد منها. اللي يريد يطبق طيوره هسه خلي يمشي عليه كورس 3 ايام كينكار 3 ايام كوكسيديا سامونيلا. من يكمل هاي 3 ايام 3 ايام 3 ايام ينطيها يوم ديدان يريح 10 ايام ويرجع ينطيها ديدان مرت اللخ وراها يطبق الحمام يطلع له فرخ ناصح وصحيح ومرتب. حتى البي مرض الاميات اذا الاميات بيها مرض طلع لك فرخات مو تمام. بس اذا لا تنطيها وقايه وترتيبات وتنظفها للطيور صح من الديدان ومن هالامور لا ان شاء الله تطلع لك فراخ صحيحه. هاي طيور السباق ان شاء الله باكر افتحها هم اصور لكم اياها. هذاك قام يطير حمر جيراننا هاي بالشتاء بالشتاء الداير مال طيورنا بسطحه ايش راح يسوون بيه الحلة. وهسه راح ان شاء الله ادمج لكم مقاطع مال جولدينات انشر لكم اياها همين وشرحها ونوعهن حتى مساعدتكم معرفة بهذا الحمام. وتحياتي لكم شباب.